أخيرا تقول فضيلة الشيخ صالح، هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما أخرج خارج المنزل أو في الاستراحات أو في البر نظرا لصعوبة الوضوء عندي؟ نعم، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها عند الخروج من البيت، يشق عليك نظرا لإعاقتك وصعوبة الوضوء لكل صلاة، فلا مانع من الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج. نعم.